قضيت العمر أركض فوق سيفي فلا أخشى الجراح من الشفار ومعارا أتيت به ولكن غشاني العار في عقر الديار فكان لنا المخيم جرح دام نزيف الجرح ينفث هبو نار تدور بي الدوائر دائرات وتصفعني وتبقى في جواري تلج دموع جفني في عيوني فأسكن في دموعي وانحداري. احنا اليوم في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني في دار نظمنا أمسية شعرية بعنوان النكسة والنكبة، حبينا نعبر عن هدول المناسبتين بطريقة شعرية وتجلية. طبعا بنرحب فيكم كإعلام في مدينة طول كرم وتواجدكم معنا دائما، بنرحب بالوزير اللي دائما موجود معنا في كل المناسبات في مدينة طول كرم، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. لهذه الأمسية نظمها الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا فيها من المناسبة النكبة الفلسطينية، وأيضا لإعطاء الفرصة لإلقاء الشعر وتمتع الجمهور الفلسطيني بالشعر، تحديدا الشعر الملتزم والشعر المقاوم والبقاء، وخاصة له ميزة هون أو تميز هذا الشعر في محافظة طول كرم، لأنه محافظة طول كرم تعمل المخزون الثقافي وأنجبت محافظة طول كرم شعراء عظام من الذين أسسوا للقصيدة الملتزمة، وبالتالي التواصل ما بين الشعراء الذين أسسوا من مثل عبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي أبو سلمة وعلي فودة وغيرهم لتواصل الأجيال وتعاقبها في التأكيد على أن الشعر هو مكون ورافد أساسي للثقافة الفلسطينية.